عندنا 226 متر وما عندناش 60 متر نهائيا ما كايناش. عندنا الغرا كلشي حقيقي، عندنا التسلوت، عندنا الحجات، عندنا كلشي حقيقي. السلام عليكم اخوتي المغاربه، داخل الوطن وخارج الوطن، وقفوا معنا، ساهموا معنا، الله يرحمكم الوالدين. حنا عندنا واحد المشكل ديال الورد، هذه 58 سنه ما بغى يتحكم، ما بغى يتقسم والو، كتحكم في السيد مات عنده 7 سنين هو ميت، وكيجيبوا الافراغ باسمه، جبنا الافراغ باسمه، جبوا 60 متر، ولكن حنا ما عندناش 60 متر، حنا عندنا 226 متر ديال الورد. انا ولادي كيطلبوا التلوث، كيطلبوا حقهم. عمهم الدراري كيطلب، المهم كيدعى كبا بالروح، ولكن من اللي مات دابا، هذه 7 سنين من اللي مات، دابا كيجيبونا الافراغ باسمه 60 متر، حنا ما عندناش 60 متر، حنا عندنا 226 متر في الحجه ديال المرحوم اللي مات، عنده 226 متر، عنده شي 60 متر، وولادي عطاهم المرحوم، عطاهم التلوت في حقه، في حق باباه وحق ورزقه، وفي رزقه عطاهم التلوت، وما كاينش اللي يقول لك هكذا. دابا حنا عندنا الدعوه في المحكمه، ماشي ما عندناش، حنا عندنا الدعوه في المحكمه، حكمتنا المحكمه بدون قابل، علاش؟ قال لك الناس ما توصلوش بالاستدعاءات. احنا يا عون القضائي كنعطوا له الفلوس وكيخلصوه، كيمشي حتى للموطا وكيعطيهم الاستدعاءات، وما كيحضروا ما كيحضروش كاملين، شي كيحضر وشي ما كيحضرش. دابا قال لك كاين شي حاجات على برا، كاينين منهم على برا، وانا على برا ما غنمشي نجيبهم، نقطع في البحر نجيبهم، ما عندي مين نجيبهم يانا، يكتبوا له كلام بعضهم ولا يعملوا المحامي. وانا كنطلب ثلث ولادي، ثلث ولادي، حق ولادي كنطلبوا. عندنا اليتامى كيطلبوا حقهم، اليتامى ولاد بنتي، ولاد بنتي كيطلبوا حقهم في الثلث، اليتامى ماتوا لم يماهم وباباهم، غير هما كيطلبوا الثلث. حنا نطلبوا في هذا الوصيه هذه. دابا انا كنطلب من المحكمه الموقرة واسع النظر، دقق في هذا الملف، دقق في هذا الملف وتشوف هذاك الناس ما عندهمش الوراق حقيقيا، عندهم الوراق بدون باطل، ما عندهمش الوراق حقيقيا. عندنا الوراق كلشي حقيقي، عندنا التسلوت، عندنا الحجات، عندنا كلشي حقيقي، الوثائق كلشي دفع المحكمه، كلشي طرف من طرف، كلشي عندي، عندنا في الدار وعندنا في المحكمه، عندنا في كل الموطع الوثائق. ولكن هذوك اللي كيجيبنا الافراغ ما عندوش الوثائق، هذيك 60 متر ما عندهاش الحجه، هذيك 60 متر تهزت من 226 متر، ما عندهاش الحجه. 60 متر، 60 متر هذيك تباعت؟ لا ما تباعتش، هذيك باقا في الورد، غير استولوا عليه، استولوا عليه وعملوا له شي وريقه، تايدا انا بعت لك اختي وانت بعت لي اخاي، وعملوا الورق ما بين بعضياتهم، ولكن اللي مات ما باعلهمش، ما باعلهمش. انا كنطلب منهم الحجه يجيبوها من الميت اللي مات، يروا لي الحجه اللي مات، يجيبوا الحجه ديالو، او لا يجيبوا لي الحجه اللي ميت اللي مات، ماشي يجي انا بعت لك اخي وانت بعت لي اختي ونعدلوا الحجه مع بعضياتنا، لا، هذيك الحجه ما كنقبلهاش نهائيا، ما كنقبلهاش. الطلب ديالي انا المحكمه تعطيني الثلث دولادي، تفتش في هذا الملف وتدقق في هذا الملف وتعطيني الثلث دولادي، هذا الشيء اللي كنطلب. وسير يا محمد السادس، الله تعالى وبارك يشافيك ويعافيك، والله يطولنا عمرك، والحموشي دخلنا في هذه القضيه، الله يرحم والديك، دققنا في هذا الملف، هذا الملف، الملف اللي كيجيبوا ديالهم الافراغ راه باطل، ما عندهمش الوراق صحاح، يدخلوا الوراق للمحكمه، يدخلوا الوراق للمحكمه، شاريين يراو الوراق. احنا شي ممتنعين، احنا ممتنعين شي، باش كيدعونا ويجيبوا لنا الافراغ، احنا ممتنعين شي، احنا يجيبوا لنا الوراق ويجيبوا الثلوج ولادي، بسم الله من الصباح نقصبوا، من الصباح تجي المحكمه تقسمنا ولا نبيعوا ولا اللي كان، ولكن باش يجيبونا الافراغ خرج من تاعك، هذه مستحيل، كاينه ولا لا؟ هذا الشيء اللي كاين، الشيء اللي كنطلب انا من المحكمه، انا كنطلب من المحكمه تدقق في هذا الملف وتشوف هذا الملف. هاد الناس ما عندهمش الوراق صحاحين، هاد الوراق يجيبوا ديك 60 متر اللي كيبغوا، اللي كيجيبوا له الافراغ، يجيبوا له الحجه ديالها، يجيبوا له الحجه ديالها من المرحوم اللي مات. اما حنا عندنا 226 متر ما عندناش 60 متر نهائيا، ما كايناش. دابا انا كنطلب حق ولادي يا المسؤولين، دخلوا الله يرحمكم الوالدين، حنايا تعرضنا للظلم، ظلمان وعدواء، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه 58 سنه وهذه الدعوه ما بغاتش تتالي، ما بغاتش تتالي نهائيا. احكام السالف، احكام السالف، عملنا نقضوا الابرام، عملنا ما خلينا ما عملناه. هاد الدعوه ما بغاتش توقف نهائيا، ما بغاتش توقف، ما فهمتش انا شني فيها، ما فهمت والو انا.
حسبي الله ونعم الوكيل. وانا كنطلب من الله والمحكمه الموقره الدقه في هذا الملف وتخرج لي تسد ولادي. تخرجت ولادي انا مزوكه في المحكمه الموقره. تخرجت ولادي والمسؤولين اللي داخل الوطن وخارج الوطن وقفوا معنا الله يرحم الوالدين وشوفوا في هذا الدوسي الله يرحمكم الوالدين. حنايا ما كنكذبوا ما كنظلموا، حنا عندنا الورقه من صحاحين والورقه كامل دافعوه من المحكمه ويجوا هما اللي يجيبوا الافراغ في 60 متر. 60 متر ما كايناش، ما كايناش 60 متر صافي. والسلام عليكم وبارك الله فيكم، شكرا بزاف. السلام عليكم الاخوان، السلام عليكم الاخوان واخواتي الاخوان الكرام. انا حنا تعرضنا، وقفوا معنا، حنا تعرضنا للظلم. حنا الوالدين ديالنا خلونا الميراث في 226 متر. وحنا احنا الاخوان خمسه الاخوه. والوالد ديالنا خلونا في الشركه 226 متر. حنا قلنا عندنا الاخوان خمسه الناس، حنا بغينا نقسموا وقسمنا على طريق المحكمه. المحكمه حكمت بالقسمه وهما امتنعوا، ما عجبهمش القسم المحكمه وبقاو على هذاك الحال الى هذا الان. انا هذه الارض هذه كنعرفها جيدا. انا خلقت الوالد ديالي اشتراها في 69 69 دخل السبعينات. انا كنت عندي ديك الساعه 12 عام، وانا دابا حاليا عندي 70 عام. دابا كنطلب من المحكمه الموقره، حنايا خمسه، حنايا اربعه الناس، حنايا كتجينا خمسه الناس، خمسه القسمات الذكرين مثل واحد ولا اثنين. القسمه كتجينا 55 متر، 55 متر. هذيك الخانه الكبير ما عندوش الاولاد، كتب الوصيه للاولاد، كتب لهم الوصيه للاولاد وبالحياه ديالو، وراها والحجه صحيحه قاطعه. ودابا حنايا هذيك القسمه ديالو، القسمه ديالو هو حنا كنقسموها حنايا حاليا كتجينا 17 متر الواحد، بقات من مات هو. دابا حنايا كتجينا 70 متر الواحد لنفرض. حنايا دابا 60 متر حنا باقي خصنا. دابا كيجيبونا الافراغ ب 60 متر وكيقولوا لنا الطراد المحتل. حنايا ماشي محتلين، حنا ماشي محتلين، حنا سيدنا نصره الله والعداله قالت الاسره تكون عندها سكن لائق، وكل واحد يكون عنده في السكن ديالو مكرم في الارض ديالو سواء كانت فين ما كانت. ودابا نطلبوا المحكمه والعداله تنصفنا، تعطينا الحق ديالنا وتعطينا الحق للاولاد ديالنا. هاد الناس كيدعيونا كيقولوا كيكذبوا على المحكمه، ما عندهمش الاوراق. لان علاش حنايا شحال من مره قلنا لهم يا ودي ارونا الحجاج، شرا شي واحد ارى الحجه ديالو يحضرها من حياه الوالد مكتوبه عنده في الحياه الدوليه. انا كيقول الشاره مع بعضيتهم باعوا الشاره مع بعضيتهم. هذيك مي كنت باقي صغير انا كيقول لي انت الخاوه ديالك كان موكل عليك، واخا يكون موكل عليا انا. دابا حاليا انا عندي الاوراق ديالنا صحاحين، عندنا الحجاج، عندنا كل شيء، عندنا المشترى، عندنا كل شيء، عندنا كل شيء كما كتشوفوا. دابا حنا كيقولوا الطرد المحتل، حنايا ماشي محتلين، حنايا حشمة عبد الله، حنايا ساكنين بحقنا، حنا تسعود النفوس، حنا تسعود النفوس. وحنايا جوج، حنايا اباء الوالدين ديالهم هما 11 واحد، ماشي خرجوا حنايا بلا قسمه. ما يمكنش حنا ساكنين بديك 60 متر اللي خلانا الوالد، هي جزء منها، هي جزء من هذا هي اللي بقات. البعض منها بعض منها البناء ومنها براكه والباقي منهم. الطلب ديالنا حنايا ان شاء الله نطلبوا من المحكمه والعداله تنصفنا وتعطينا الحق ديالنا. وحنايا ما حنايا 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 عمرنا ما دينا شي واحد شي متر. حنايا ساكنين في حقنا الا الارض الله ونمن عليها، والله يقول الحق وهو يهدي السابين. وصدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.